الجميع يعلم بأن الإعلام هو كما يقال هو أحد فرق الجيش العربي السوري، ودوما كان في الخندق الأول يدافع عن سوريا في كل الجبهات، يعني سواء في الجبهة السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية والاجتماعية، الإعلام السوري كان متواجد في كل هذه الجبهات، واستطاع بصراحة يعني بكل إيمان أن يواجه يعني آلات إعلامية شيطانية مدججة بالمال والخبرات، واستطاع أن نقول ونؤكد استطاع أن يفوز بمعركة الكلمة. وبالتالي لابد من توجيه التحية إلى كل الصحفيين، صحفيين سوريا الشرفاء الأبطال الذين لعبوا دورا هاما جدا في انتصار سوريا. دمشق كانت أم الصحافة، إضافة إلى أنه الإذاعة السورية كانت الأولى تقريبا، التلفزيون السوري في عهد الوحدة كان الأول، فسوريا كانت سباقة في مجال الإعلام والصحافة. لذلك أنا بعتقد أنه هالمعلومة هاي حفز الصحفيين الشباب هيك مثلكم والإعلاميين على أنه الاستناد لهاي التقاليد الكبيرة. في هذه الأيام 15/8/2017 ما أشبه الأمس باليوم، لأن سوريا أيضا إن شاء الله متجهة إلى الانتصار الحقيقي على الإرهاب من خلال هذه الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري والحلفاء وكل القوى الرديفة للجيش العربي السوري. وبالتالي نحن كإعلاميين معنيون بأن نظهر هذه الإنجازات، معنيون بأن نكون مع الجيش في الميدان، أيضا معنيون بأن نعزز هذه الحالة لشعبنا العربي في سوريا من خلال الحفاظ على هذا البلد لكي يبقى بلد المؤسسات. الصحفيون الذين يمتشقون الكلمة سلاحا ويؤكدون التآخي التاريخي بين بندقية المقاتل في الجبهات وقلم الصحفي لحماية البوابات الداخلية للوطن، هذا التآخي هو الذي يميز سوريا وهوية الصحفي العربي السوري. نحن نؤمن بأن الكلمة كالرصاصة وفاعليتها أكثر في الوجدان والفكر والثقافة والرأي. كانت الكلمة العنوان منذ البداية، والكلمة اليوم التي حاربنا من أجلها ونقاتل من أجلها هي كلمة الحق الذي رفع رايتها الصحفيين السوريين والإعلاميين السوريين، قدموا شهداء مع الجيش العربي السوري مع شعبنا السوري. اليوم عندما نحتفي بعيد الصحافة نحتفي بالقيمة التي دافع عنها الشهداء من أجل سوريا ومن أجل إعلاء كلمة الحق في سوريا، التي كان القلم السوري كان عنوانا دائما وأبدا وسيبقى العنوان الدائم في الدفاع عنها، كلمة الحق سوريا المنتصرة، سوريا التاريخ، سوريا الحاضر، سوريا المستقبل. كان هذا الإعلام يتحدى هذه الظروف على ضوء وأنتج ربما ما يشبه أو ما يحتاج إلى دعينا نقول توثيق لكي يكون ربما واحدة من المناهج التي تدرس في كليات الإعلام من خلال ما خاضه من تجربة الإعلام السوري في هذه الحرب الشرسة. في هذه المناسبة مرة أخرى أتقدم طبعا بالتهنئة لكل الإعلاميين السوريين، ونتمنى في العام القادم أن نكون أنجزنا القصد الأكبر مما نطمح إليه، وأن ينجز السوريون ويتحقق للإعلام السوري.